وينضم إلينا من القاهرة كريم الشيخ مراسل الغد. كريم، ماذا عن أهمية هذه الزيارات المتبادلة والمكثفة في الأونة الأخيرة، وماذا عن لقاءات المنقوش اليوم؟ إذا ما تحدثنا عن لقاءات المنقوشة اليوم فهي ستواصل لليوم ثاني زيارتها للقاهرة بلقاء عدد من المسؤولين المصريين لبحث العديد من الملفات المتعلقة ب يعني إخراج المرتزقة من ليبيا، بالإضافة أيضا إلى التعاون المصري الليبي خلال الفترة المقبلة في العديد من الملفات، منها الملفات السياسية والاقتصادية، بالإضافة أيضا إلى الملفات الأمنية وكيف يمكن أن يكون هناك دعم بشكل أكبر في ليبيا خلال الفترة المقبلة، بالإضافة أيضا إلى أن المنقوش وصلت إلى القاهرة بعد دعوة من وزير الخارجية المصري والذي التقى بها في قطر الأسبوع الماضي، وكان هذا اللقاء على هامش اجتماعات وزراء الخارجية العرب، ويمكن أن نقول أن هذا اللقاء جاء لبحث الدعم المصري لليبيا في مؤتمر برلين الثاني بصفتها ستحضر للمرة الأولى في هذا المؤتمر في ظل غيابها في مؤتمر برلين الأول، ولم تكن حاضرة ليبيا في ذلك الوقت، وبالتالي ليبيا تريد أن يكون معها دعم مصري في هذا الملف من أجل تثبيت الجهود الليبية في للحكومة الانتقالية في هذا الوقت الراهن مع قرب انعقاد الانتخابات في ديسمبر المقبل، وبالتالي المنقوش تريد من هذه الزيارة أن توحد الرؤى المصرية الليبية في هذا الملف، وأن يكون هناك دعم مصري أكثر في هذا الملف من خلال لقاءات مع كبار المسؤولين المصريين. وزير الخارجية المصري أكد على الدعم المصري لوزيرة الخارجية الليبية ولليبيا بشكل عام في ملف المرتزقة، وقال أن مصر ستقوم بجهود كبيرة خلال الفترة المقبلة في هذا الملف، بالإضافة أيضا إلى الدعم المصري والرؤى الموحدة بين البلدين في مؤتمر برلين الثاني، وما يمكن أن تقدمه مصر من جهود لليبيا مع قرب انعقاد هذا المؤتمر الأربعاء المقبل، وبالتالي مصر سيكون لها دور كبير في هذا المؤتمر بصفتها واحدة من الحضور، بالإضافة إلى أيضا بصفتها واحدة من دول الجوار الليبي، وبالتالي المصالح المصرية تحتم عليها الوقوف دعما للجانب الليبي في هذا الملف. مصر وليبيا على مدار الأسابيع الماضية كان هناك العديد من المباحثات والزيارات المبادلة، كان الأسبوع الماضي هناك زيارة من رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، وهذا اللقاء أو رئيس المخابرات المصرية التقى عدد من كبار المسؤولين الليبيين والتقى بهم وتحدث معهم عن الجهود التي يمكن أن تقدمها مصر في الملف الليبي، بالإضافة أيضا إلى تقديم دعوة لرئيس الحكومة الليبية لزيارة القاهرة، من المرتقب أن تكون هناك أيضا زيارة للرئيس الحكومة الليبية لتوضيح الرؤى أكثر في مؤتمر برلين وما يمكن أن تقدمه مصر في هذا الملف، بالإضافة أيضا إلى ملف الإعمار الليبي مع زيارة لوزير القوى العاملة إلى القاهرة نهاية الأسبوع الماضي، وهذه الزيارة تكمن مهمتها في أن ليبيا تريد أن يكون للعمالة المصرية يد عاملة قوية في إعادة الإعمار الليبي في ظل الحروب التي استمرت على مدار 11 عاما الماضية. مراسل الغد كريم الشيخ، كنت معنا من القاهرة، شكرا لك.